بعشبه وحده تعالج وتقضي على الحساسيه وعسر التنفس والنهجه وجميع الامراض الصدريه. هاد العشبه اللي معروفه على الصعيد العالمي اللي كلشي كيعرفها بعشبه التقنديش في المغرب باسم عود القرح لدى الدول العربيه، من احسن وافضل العلاجات للناس اللي عندهم مشاكل صدريه، حتى الناس المدخنين اللي عندهم مشكل في الكحبه يعني دائمه على مدار العام، وكذلك تقوي المناعه وتطرد السموم من الجسم. لا نطول عليكم الفيديو، ندوزو مباشره طريقه التطبيق والاستعمال. كلشي يدير ابون ويفعل الجرس، تقريبا 90% من المشاهدين او من المتابعين ديال هذه القناه ما دايرينش ابوني في هذه القناه، وبغينا الدعم ديالكم الاخوان. رجعوا مباشره لهذه العشبه، رحمه من عند الله عز وجل. اللي كيعرف شي واحد عنده مشكل ديال الضيقه ولا ديال عسر في التنفس ولا ديال الحساسيه وما اكثرهم، ينصحوا بهذه العشبه اللي سميتها تقنديش او اقنديش. غناخذوا هذا عود تقنديش وغادي نمسحوه بشي زيف ابيض، مسحوه مزيان من ديك الغبره اللي كتكون لاصقه فيه. غنحاول نجبد واحد العود، تكون عندكم فكره باش غنعرفوه واش حر عود تقنديش او ماشي حر. نهرسوها على هذا الشكل وغادي نديروها على اللسان ديالنا، نخليوها واحد 5 ثواني على اللسان ديالنا. بعد غنبقى نحسوا بالحروريه، هذه هي باش غنفرقوا بين التقنديش او عود سرغينه او باقي الاعشاب اللي كيتشابهوا مع عود القرح او تقنديش. ندوزو مباشره لطريقه الاستعمال. رانا ناخذوا 50 غرام مسحوق تقنديش. اول خطوه غناخذوا 50 غرام من تقنديش او عود القرح مسحوق تقنديش، بعد ما مسحناها وطحناها وجاتنا على هذا الشكل، غادي نخلطوها بنصف كيلو من العسل الحر، ويفضل انه يكون ديال الدغموس بالنسبه للناس الكبار، وبالنسبه للصغار يكون ديال الخروب او ديال الليمون، عسل ابيض. من بعد ما خلطنا عود القرح او تقنديش مع نصف كيلو من العسل الحر، غناخذوا ملعقه صغيره بالنسبه لصغار السن، وغناخذوا ملعقه متوسطه بالنسبه للكبار. كل صباح على الريق، ما نفطروش مباشره، نبقاو على الاقل واحد جوج ساعات عاد نفطروا. وصفه هائله ورحمه من عند الله عز وجل. مرضى الصدر وعسر التنفس والنهجه، كلشي 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 بارطاجي، كلشي يدير ابوني فعل الجرس لتشجيع هذا المحتوى. شكرا لكم، شكرا للتشجيعات ديالكم اللي دائما ما كيوصلوني والرسائل ديالكم. ان شاء الله مزيد من الوصفات غيتحطوا في هاد لاشين. شكرا لكم.